مارسيال. اوهو على هذه الكرة، تدخل مثالي في الوقت المناسب. شوف منع الكرة من الدخول، غيرت الكرة اتجاهها، خدعت الجميع، فرصة بتضيع. يخترق ولدي المساحة. اوهو فرصة كانت كبيرة، لكن في النهاية لم تستغل، لم تسفر عن أي هدف، أنقذها حارس المرمى. بينية مثالية خلف المدافعين. ماركوس راشفورد. تقدم للأمام من جانب فريق كراكنز، لكن فرصة لا تستغل بالشكل المطلوب. الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها. كرة باتجاه الحارس، يمسكها بسهولة. ليون بايلي. ضغط متقدم وافتكاك ناجح. كومان. نبيل فقير. يفقدها نبيل فقير، كرة بتروح للفريق الخصم. بتدخل شرعي يستعيد الكرة في المناطق الخلفية. الفريق الزائر لديه الأفضلية في السيطرة على الكرة، لكن هذا الاستحواذ ليس كل شيء بالتأكيد، وليس هو الهدف في حد ذاته في كرة القدم. ما يحدث الآن هو مجرد استحواذ سلبي، يجب بأن يكون الاستحواذ طريقة لأن تخلق فرص ومحاولة. فرصة كبيرة للتعادل، محاولة لكن الحارس يتصدى لها بكل سهولة. يفتكها في مكان خطير. تمريرة في المساحة الفاضية. في وقت مثالي يتدخل، بيشتت الكرة، بيخلصها في اللقطة الماضية. ركنية لمصلحة كراكنز. ركنية تنفذ بشكل قصير. ضربة زاوية أخرى. بيلعب ركنية قصيرة. ضربة الزاوية بتلعب أرضية. يتصدى لوريس، الخطورة مستمرة. تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة. وصلت لفرنانديز. هدف الأمان، هدف الراحة، هدف الثقة. فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي. حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا، لأن الوقت ما زال كافي للعودة. الشوط الأول ينتهي 2-0. نعود لملعب المباراة وأحداث الشوط الثاني. النتيجة الحالية تشير لتفوق فريق كراكنز. ليو بايلي. رحيم ستيرلينج. تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. بينية جميلة. محاولة تخليص النتيجة. هدف يقربهم من العودة وتصحيح الأوضاع.
تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. مدافع في توقيت مثالي بيقطع الكرة. رحيم ستيرلينج، تصدي ممتاز لحارس المرمى. كومان بتروح إلى مندي، لديه فرصة لإرسال كرة عرضية. يبحثون عن التعادل من هذه الركلية. ركلة زاوية تلعب عند فقير. فرانكي ديونغ، اعتراض هنا ينهي الخطورة. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. بمروة تقدم الكرة. خطورة مستمرة. يا رب، المدافع يغطي مكان حارس المرمى ويخرج الكرة من على خط المرمى. فرصة التعادل الآن. يا الله، مستحيلة هذه الكرة. الله على الهدف، على المهارة في التسجيل، على هدف استثنائي، مهارة استثنائية، لقطة فنية ولا أجمل في هذه اللحظة. يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. يا رب، المدافع يبعدها من على خط المرمى. الله على الروح، الله على الدفاع عن المرمى. برناردو سيلفا، أوهو، حارس المرمى طار، حلق، تصدى لهذه الكرة. فرصة تأتي بعد طول انتظار. الجماهير تتفاعل لأنها تبحث عن التقدم بالنسبة للفريق. صفرة والحكم يعود لاحتساب الخطأ. راشفورد، تمريرة سيئة والآن فقدان الكرة. الكرة في الهجوم بعد ضغط متقدم وتدخل رائع. أنطوني مارسيال، قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. فرانكي ديونغ، عرضية فيها خطورة. تبعد الكرة من أماكن الخطورة. فرصة لكرة مرتدة سريعة. رحيم ستيرلينج، راعي لوريس في التصدي. راشفورد، خطرة، شجاعة كبيرة من الدفاع، يتصدى الكرة. بينية فيها خطورة. كومان، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. يا رب، على هذا التصدي يا لوريس، كرة صعبة جدا من مسافة قريبة جدا. ديباي، البحث عن التقدم ولكن بدون استعجال في بناء الهجمة. مارسيال، تسديدة ممتازة للتقدم. مستحيل اللقطة، هذا لا يحدث كل يوم. عودة مستحيلة، عودة من بعيد، لم يكن يتوقعها أحد. غلبوا الطاولة، غلبوا كل شيء. ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة. كرة هدف لرحيم ستيرلينج. يا سلام على التصدي، ممتازة من هوغو لوريس. كرة متاحة للتسجيل. مستحيلة هذه الكرة، تصدي من لوريس، فرصة من مسافة قريبة جدا على المرمى. فرصة كبيرة لزيارة المرمى، لكن في النهاية لم تستغل، لم يتصرف فيها بشكل مطلوب. ضاعت الكرة والحسرة على فريقه. شوف التدافع للحصول على الكرة. ليون بايلي، كرة عند برناردو سيلفا. فرصة قد تكون الأخيرة الآن
تصدي كبير من حارس المرمى، يحافظ على التقدم، يحافظ على النتيجة، حارس كبير يظهر في مثل هذه الأوقات. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد، تدخل والكرة بتروح. برناردو سيلفا، كرة بيخلصها المنافس. فيل فوتن يتصدى الهرس، الخطورة مستمرة. يا الله على الطاير، حطها على الطاير، سجلها، هدف مذهل، مهارة استثنائية، نهاية خيالية. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. دقيقتين فقط ويعلن الحكم المباراة نهاية اللقاء. واضح أن المباراة لم تبح بكل أسرارها، قد تأتي من هذه الكرة فرصة التقدم في المستحيل، يسجلون هدف التقدم في وقت قاتل، لا مجال للتعويض، انتهى كل شيء، هذا هو هدف الفوز. شوف الإعادة، شوف المهارة، شوف اللمسة، كرة على الطاير، حتى اللقطة الماضية ما فكر فيها، الكرة في المرمى، صعبة على الحارس والمدافعين. كراكن متأخر في النتيجة هنا. هذه قد تكون الفرصة الأخيرة لتسجيل التعادل. وهذه هي الصافرة تعلن في نهاية المباراة عن فوز الفريق الضيف في هذا اللقاء. بيعدي فيها بمر.